اوليدي خرج مع ثلاثه البارح، خرج مع ثلاثه، قال لي ماما انا غادي السويح، مش انا عاهدي بيه في السويح. ملي وصلت ستة طاحت عند مرت خويا، قالت لي ماما راه قالت لي جي عندك، قالت لي راه ما جاش. ما دخلش هو كاع عندهم؟ مول السويح قال لي صيفط لي ميساج، قلت له ما تجوش، اصلا كانوا السويح وقلت له ما تجوش. باه راه مريض، باه راه مريض بزاف، ما كاين دار السيرون ديال الدار ما كيخدم حتى. قالت لي انا يلاه وليت، قلت لي وليت الدريه شكون غيكبرها؟ قلت لي راه بابا قال لك انتم اللي غتكبروا حتى وخوك، انتم اللي غتكبروا هما يسوا. برك يضحك، برك يضحك. قلت لي راه قال لك بابا انا ما بقاش كنخدم، انتم غتكبروا خصكم. قولي لي واش. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، دائما مع القضيه ديال الطفل مروان اللي اختفى والام ديالو في واحد الحاله اللي هي هيستيريا، ما صابراتش مسكينه، الله يحسن العوان، الكبده صعيبه. اي ام غادي تحس نفس الاحساس. كنطلبوا من الله انه يرجع للحضن ديالها في اقرب وقت، ويجعل ربي يحميه من كل شر يا رب. فعندنا جوج ديال الاحتمالات اللي هي وارده. الاحتمال الاول هو الاستاذ ديال المراجعه يقلبوا البيت ديالو او المكان اللي كيدير فيه المراجعه، ربما انه يكون تما، لان كاين واحد الاحتمال كبير انه يكون ما صيفطش رساله للتلاميذ الاخرين، او عفوا يكون صيفط رساله للتلاميذ الاخرين باش ما يجيوش، ومروان بالضبط ما صيفطلوش هاد الرساله. فضروري خصهم يقلبوا المنزل ديالو او المكان اللي تيدير فيه المراجعه. الاحتمال الثاني كذلك هو المرض ديال الاب ديال مروان، كما قالت الام بان من تزادت اختو صغيره، قالت لهم الام بان انت وخوك اللي غادي تكبروا اختكم، باك ما بقاش قادر يخدم. فهذه بحال اللي رمات عليه واحد المسؤوليه على العاتق ديالو، وهذا الشيء غادي يخليه يبقى يفكر كيفاش انه يجيب الفلوس. ربما انه قصد الجهه الشماليه باش انه يحرق يعني الضفه الغربيه كما كيديروا بزاف ديال الدراري. فمؤخرا واحد الولد اختفى ودارهم بقاو كيقلبوا عليه، يعني ما خلاو فين قلبوا، حتى هو مشى يقرا في الثانويه وما رجعش، خارج مع 6:30 ما رجعش. ففين لقاوه والديه؟ لقاوه في القصر الكبير، يعني باغي يحرق، جالس تما تيقلب على شي حراق اللي حرقوا او شي طريقه كيفاش انه يحرق. فضروري خاصهم يقلبوا. وهذه الصوره ديال مروان وكذلك رقم الهاتف، كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو، ربما ان الناس ديال الشمال يشوفوه ويتصلوا بالام ديالو. كنتمنى ان الاتصالات تكون صادقه وما يتفلاوش على هذه الام مسكينه اللي مشويه في الكبده ديالها. فهاد جوج احتمالات واردين، يقدر يكون الاول او الثاني. الاول مشكوك فيه لان كون كانت شي حاجة، يعني السيد كان غادي يختفي على الأنظار، ما كانش غادي تلقاه الأم تما، كون دار في الدري شي حاجة. المهم حنا كنتمناو أن ربي يرجعوا الأم ديالو سالم غانم، ما فيه حتى شي حاجة، والله يرد به والله يحفظ وليدات جميع المسلمين يا رب.